يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود ذكرا أو أنثى؟ يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود ذكرا أو أنثى بطرق مختلفة، فهل هذا يدخل في الحديث الوارد إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة؟ أعيد السؤال. يقول يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود. لا، ما يمكن، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا من عبث بني آدم واغترارهم بعلومهم. ما أحد يحدد جنس المولود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.